الله سبحانه يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني المصائب التي تصيبنا بما كسبت أيدينا، وقد تكون عقوبة وقد تكون عقوبة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أنه قد تكون عقوبة، فالإنسان يرى نفسه إذا كان يذكر معصية وقع فيها خاصة إذا كانت قريبة فغالبا تكون هذه عقوبة معجلة له. وقد يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه الحمد لله مستقيم وكذا فيصيبه ما يصيبه، فقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالعلم عند الله جل وعلا وكل يعرف نفسه، لكن على كل حال الإنسان دائما يحذر، يحذر أن تكون عقوبة، يحذر. وصلى الله يوفقنا وياكم.